والله المباراة طبعا صعبة، لكن أنا وجهة نظري إن شاء الله لا وعلى اللعيبة إن شاء الله في حالتها الطبيعية بإذن الله المباراة تبقى الأمور سهلة بإذن الله. ويمكن إحنا الماتشات اللي فاتت بنبادر بالتسجيل، وده إحساسي يعني. حضرتك قبل ما نتكلم كنت بكلمك في الجزئية دي، بقول لك إحساسي إن شاء الله إن إحنا هنسجل بإذن الله في الأول، ويمكن يعني المباراة هتمشي زي ما احنا عايزين بإذن الله. والله يا فاروق انا شايف ان المباراة بره اسهل من جوه عندنا، يعني يمكن المباراة التانية دي هي الشوط التاني بتاعنا، ويمكن المباراة لما تبقى عندنا بيبقى فيه ضغط نفسي وعصبي على اللعيبة بشكل غير طبيعي، ضغط جماهيري كبير جدا، كل لعيب بيبقى خايف يغلط، بس هم لعيبة كبار ان شاء الله. انا متأكد ان هم هيتشالوا تحت من الضغوط دي عن طريق الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، واللعيبة يعني انا عارف ان هم لعيبة كبار ان شاء الله. احنا يعني النادي الاهلي مش اول مرة يمر بالموضوع ده، كان خدنا بطولات كتير جدا بره ملعبنا وكنا بنروح والنتيجة هنا بتبقى 1-1 و2-2، كانت النتيجة بتبقى اصعب من كده. انا عندي ثقة في ربنا سبحانه وتعالى ان لعيبة النادي الاهلي رجالة، وعندي ثقة في اللعيبة ان شاء الله ان هم هيرجعوا من المغرب بالبطولة. شوية تركيز بس وهدوء، اهم حاجة طبعا يعني هيبقى في ضغط عصبي علينا في اول ربع ساعة او ثلث ساعة، ضغط جماهيري جامد جدا. طبعا لعيبه كبار ولعيبه منتخب مصر ولعيبه كبيره جدا، لعيبه النادي الاهلي دايما من صغرها محطوطه في المواقف الصعبه دي، وهم ان شاء الله باذن الله يبقى فيه هدوء وفي تركيز وفي استحواذ في الملعب بشكل كويس قوي، نمتص حماس الجماهير بشكل كويس. في نفس الوقت الهدف هيجي ان شاء الله بمشيئه الرحمن، ان شاء الله جبنا جول هم طبعا هيبدا يفتح خطوطه ويبدا يهاجمك ويبدا ان شاء الله باذن الله نستغل زي ما استغلنا في ماتش الترجي التونسي وعملنا الجيم الثاني. المباراه لسه طويله 90 دقيقه، ما بقاش في استعجال، يبقى في تركيز ان شاء الله هنجيب البطوله من هناك باذن الله. اكيد طبعا المباراه هتبقى صعبه، اكيد هيصدها الحرص الكامل من الفريقين. شايف ان شاء الله ممكن تبقى حظوظنا اعلى ان شاء الله لو في عندنا هدوء وفي ثبات انفعالي للفرقه، في نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان في اليوم دوت تكون الفرقه بتاعتنا في احسن حالتها البدنيه والفنيه مع اعلى تركيز ليهم ان شاء الله، وان شاء الله يبقى الفوز من نصيبنا باذن الله. الاخطاء بالنسبه لينا احنا هي في تسرع، بس احنا بعد ما جبنا الجون بقى عندنا برضه حته تسرع ودفعنا كتير جدا، فدي اللي برضه عملت جاب كبير قوي في اوقات المباراه كل يعني مش كل المباراه، بس في اوقات المباراه كانت بتروح مننا في الجزئيه دي ان احنا بيبقى بس عندنا سربع. لكن انا بتكلم الماتش ده طبعا حاجه ثانيه، اختلاف فاينل 90 دقيقه، عايز صبر كويس زي ما قلت لحضرتك، دي مهمه جدا الصبر، هدوء مننا ان شاء الله. دي يمكن صراحه النادي الاهلي بالخبرات الموجوده هنقدر ان شاء الله نكسب باذن الله ان شاء الله. اول 10 دقائق احنا استغلال الفرص مهم جدا في المباريات اللي زي دي، اللي بتجي له فرصه من بدري. يعني وليد ازارو طبعا ما كانش موفق، جبنا جول في اول دقيقه في المباراه، كان رحنا بكره ثانيه وثالثه ورابعه، كان يعني كان ممكن نعمل سكور زي ما كان في توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. فمهم جدا لما بيجي لك فرصه التمركز السليم من اللعيبه والتحرك السليم، وكل واحد عارف ان الهجمه دي هجمه لازم تيجي جول، ولكن باد لك معلش هارد لك لنا الماتش اللي فات، يمكن كان ربنا موفقنا قوي في ماتش النجم الساحلي، ولكن هناك ان شاء الله زي ما بقول لحضرتك الشوط الثاني بتاعنا، والشوط الثاني مش هيبقى علينا ضغوط، يمكن اللعيبه الثانيه هي اللي هيبقى عليها ضغوط من جماهيرها، واحنا ان شاء الله بخبرتنا ولعبتنا ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. يعني هي مش صوره اخطاء، هي ممكن صوره سوء حظ شويه. احنا جبنا الجون الاولاني بسرعه، في فرصه تانية جت لازارو لو كانت جت كانت غيرت مجرى المباراه كله، سوء توفيق مفيش حظ. مش عايزين نرمي اللوم على التحكيم، بس برضو في اخطاء تحكيميه حصلت برضو عطلت النادي الاهلي وفصلت ان النتيجه تطلع 1-1، بس ان شاء الله اللي جاي احسن، ولسه في شوط تاني في المغرب ان شاء الله، وربنا يسهل ويكون المكسب من نصيبنا باذن الله. اتمنى الفريق كله يبقى في حالته الطبيعيه، انت عارف اداء الفرقه بينعكس على حالات اللعيبه نفسها. يكون عندي 10 لعيبه في الملعب او 10 لعيبه بيلعبوا، ما يكون في 8 في حالتهم او 9، دي بتفرق كتير جدا. اتمنى ان ال 10 لعيبه في الملعب طبعا شريف باذن الله يبقى كويسين، فدي اللي هتفرق معانا ان شاء الله. ان شاء الله كابتن حسام عنده خبره كبيره جدا، مدير فني اعلى مدير فني في مصر، خد مباريات قبل كده نهائي بطوله افريقيا كتير جدا مع النادي الاهلي، يمكن بطوله ترجي في ماتش محمد ناجي جده 2012، وجاب بطوله بوليد سليمان كسبنا 2-1 وضيعنا ضربه جزاء بتاعت محمد ابو تريكه كمان. لا راجل عنده خبرات، بيعرف يتعامل مع المواقف الصعبه. انا شايف في عيون لعيبه النادي الاهلي اصرار وعزيمه، وهم عارفين ان هم هيفرحوا المصريين كلهم، وان شاء الله
يعني هنفرح وهنفرح فرحه كويسه قوي، ربنا بيشيل لنا الخير في الوقت اللي عايزه ربنا سبحانه وتعالى. مش اول مره ان احنا ناخد البطوله خارج ملعبنا. الفانيلا الحمراء الرجاله بتظهر في الوقت الصعب، لازم لعيبه النادي الاهلي تحط في دماغها كده، والنادي الاهلي اصلا لعيبته كلها لعيبه ابطال. بنلعب بره ملعبنا وجوه ملعبنا احنا بنلعب على بطوله، فلازم ان شاء الله نأدي باقوى اداء عندنا وباحسن صوره ممكنه عندنا. يا رب ان شاء الله.